مساء الخير يا كابتن حماده، واهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عايز ابدا مع حضرتك برايك بشكل عام في اداء الاهلي في المباراتين، وبشكل خاص مباراه العوده، مباراه بريتوريا مع سان داونز. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن ماتشين سان داونز، سواء المباراه الاولى او المباراه الثانيه، اتعملوا على احسن ما يكون، واتنقلهم افضل تشكيل، وخصوصا الماتش الثاني الناس كانت مركزه بشكل كويس، الجهاز الفني كان مركز بشكل كويس قوي، قدروا يكسروا حاجز القلق من فرقه سان داونز وقوتهم. الماتش اللي كان برضو قبل كده مأثر شويه نفسيا، عايزين يكسروا الحاجز ده، انكسر الحاجز بشكل كويس. الاهلي قدم عرض جيد جدا في استاد القاهره، في استاد القاهره، يعني الى حد ما كانت نتيجه معقوله، ريحت شويه النادي الاهلي وقدر يلعب بثقه في الماتش الثاني، قدر يوصل في الماتش الاولاني بشكل مكثف، خصوصا في التايم الثاني. يعني لو حضرتك تفتكر ان التايم الاولاني كان فيه شويه توتر والناس استعجال شويه، الفريق استعجال ومستعجل على واعصاب مشدوده شويه، اكيد اتقال كلام ما بين التايمين، اختلف الوضع في التايم الثاني، قدروا اللعيبه تهدي نفسها بشكل كويس، قدروا يوصلهم وجابوا جونين فرقوا كتير جدا في الماتش الثاني. طيب الماتش